لكن جاءت السنة وشرحت القرآن وفسرت هذه الآيات. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان فلم يعب الصائم على المفطر شيئا ولا المفطر على الصائم شيئا. الصحابة كانوا يسافروا مع النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان، جزء منهم صائم وجزء مفطر ما صائم. الصائمين ما بينكروا على المفطرين، والمفطرين ما بينكروا على شنو؟ الصائمين. يبقى جزء صائم وجزء ما صائم. طيب الخلاصة شنو؟ خلاصة موضوع الصيام في السفر، إذا الإنسان لقى قوة يصوم في سفره وما بيتعب ما بيشق عليه ممكن يصوم، وده أفضل له وأيسر له عشان ما تبقى عليه أيام تاني بعدين بعد رمضان. أما إذا الإنسان كان بيتعب في السفر ده وبيشق عليه مع الصيام، ده يفطر ويقضي في أيام أخرى بعد رمضان، لأن ربنا قال: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ده موضوع الصيام في السفر. الحكم الثاني: المريض إذا كان بيشق عليه المرض، يعني مرض كان صعب زي ملاريا زي غيره، مع الصيام ما يصوم. أما لو مرض خفيف زول عنده زكام نزلة، ده بيقول لا أفطر، ما بيفطر. فالمرض المقصود المرض اللي بيأثر مع شنو يا جماعة؟ مع صحته مع الصيام، يكون الصيام بأخر الشفاء أو بيضره مع المرض زي الأمراض المعروفة. إذا كان هذا المرض يرجى برؤه، يعني مرض بيجي وبيشفى منه في الغالب زي الملاريا زي كده غرغان، ده يفطر العيام فيها 7 يوم 10 يوم 20 يوم ويقضيها بعد رمضان قدره، يصومها لازم يصوم، لكن بعد ما يبقى كويس. أما إذا كان مرض ما بيشفى منه الإنسان في الغالب إلا ربنا يشفى، وربنا على كل شيء قدير، زي شنو؟ زي السكري، ده في الغالب بيستمر مع الزور شنو؟ طوال. أو ناس الفشل الكلوي، ده برضه بيستمر في الغالب طوال. أو زي السرطان وغيره من الأمراض الخبيثة، فده بيفطر ما بيصوم رمضان، لكن ما عنده في عدة من أيام أخرى، يعني ده ما حيصوم بعد رمضان لأنه ده مرضه دائما ماشي معه طوالي. ده بيطعم مكان كل يوم مسكين، إما يصنع طعام مطبوخ طباخة ويجمع المساكين زي ما كان أنس بن مالك بيعمل طعام كثير وبيجيب 30 مسكين بيأكلوا مرة واحدة، خلاص دي 30 يوم انتهى الموضوع. أو يفرقهم الليلة 5 مساكين يأكلهم، بكرة 6، بعد أسبوع 7، بعد ذاك مسكين واحد، لحد ما تبقى كم؟ بعدد أيام رمضان. إذا كان رمضان 30 يطعم 30 مسكين، إذا كان رمضان 29 يطعم كم؟ 29 مسكين. إما يكون طعام مصنوع مطبوخ عصيدة كسرة بملاح إلى آخره، أو يكون دقيق أو حبوب، العيش بتاعكم ده أو القمح أو غيره، قدرة ملية يدين الاثنين مع بعض كده، قدر ملية يدين الاثنين كده، مد يسمى المد، كل مد لمسكين واحد، كل مد لمسكين واحد. لكن المد العلماء قالوا بيقيسوا بيدين الرجل المعتدل الخلقة، في واحد تلقى يدينه كبار ده ما بيقيس بالمد، وفي واحد تلقى يدينه صغار ما بيقيس بالمد، زول يدينه شنو عادية متوسطة، ده المد، مد لكل مسكين لحد ما يتم. ده بالنسبة لي المريض.
حكم ثالث بالنسبة للصيام، لا بد من حسن الخلق أثناء الصيام، والمسلم أصلا مطالب بأن يكون حسن الخلق. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال عليك بطول الصمت وحسن الخلق، فوالذي نفسي بيده ما تخلق الخلائق بمثلهما. مثل يكون حسن الأخلاق، ويتأكد حسن الخلق في الصيام في رمضان. ليه؟ لأنه كثير من الناس في رمضان تلقاهم زهجانين، بالذات إذا وقع لهم في السخانة في الحر، واحد تلقاه خلاقه بين خرته زي ما بقوله، يشكل الكمساري في العربية بدون سبب، بدون سبب. لو ادى قروش مطبقة ساي وسالمة جديدة بس مطبقة، يعمل مشكلة وينبز الأولاد في البيت وينبز المرأة. شفت كيف؟ في شنو صايم؟ ربنا ما شرع الصيام عشان نكون غضبانين. لذلك لما جاء رجل للنبي عليه الصلاة والسلام وقال أوصني يا رسول الله، قال لا تغضب، قال أوصني، قال لا تغضب، أوصني، قال لا تغضب، لا تغضب، لا تغضب. عبد الله بن عمر بن الخطاب قال فتفكرت حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل لا تغضب، فوجدت أن الغضب يجمع الشر كله. ما في جريمة قتل إلا يكون القاتل كان شنو؟ غضبان. ما في طلاق إلا بيكون الرجل المطلق ماله غضبان. ويسألك مولانا أنا طلقت مرتي وكنت زعلان، ما خلاص طلاق وقع طلاق، أنت قاعد في زول بيطلق فرحان؟ وقع طلاق وأنت من قبل مطلق ليه أصلا؟ وجيتك وسلها بصارة أساء طلاق ده وقع تب خلاص. إذا طلقة واحدة خلاص طلقة واحدة، فضلك حبلين. إذا طلقتها كان ورجعتها قبل كده، وطلقتها تاني ورجعتها، ودي الثالثة خلاص حتى تنكح زوجا غيره. فالناس اتقوا الله سبحانه وتعالى، والإنسان يكون حسن الخلق. وأنت ما تكره العبادة، عبادة الله نزل لك عشان يغفر لك بها الذنوب ويرفع لك بها الدرجات، ما تكرهها. عين أديك سؤال، أنا أديك حاضر يا خالي، نديك نديك. فالإنسان شنو؟ ما يكون زعلان من العبادة، لأن ربنا سبحانه وتعالى قال ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. فنخشى ونخاف من حبوط العمل لمن كان يعني غير راضي من العبادة حتى لو أداها، نخشى إنه عمل يكون حابط. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى صحبه. فضل يا كله مسكين عن كله. القروش ما نعلم لها دليل من الكتاب والسنة بالنسبة للزول العيان طوالي ما بصوم. الله قال ففدية طعام مسكين، ما قال قروش مسكين. فإما طعام مطبوخ أو زي ما قلت لكم بالمد، ده الأولى والأحوط، وده الشيء شرع ربنا سبحانه وتعالى. ودائما العبادة لما يكون ربنا شرعها بكيفية معينة، الله قال طعام طعام، الزول ما يغير له كيفية ثانية، لأن ربنا سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم. نعم. مسكين، الله قال مسكين، لأنه المسافر ده اللي هو عبر السبيل ممكن يكون غنيان، ممكن يكون أغنى ولا مسافر. فالمسكين الله قال ففدية طعام شنو؟ مسكين. في مسكين السودان ده كت مساكين. العلماء قالوا ما هو المسكين؟ ما إلا إذا أنت ساكن في اليابان، لكن السودان ده إلا كان أنت ياباني، لكن السودان ده كله مساكين، ولا ما كده يا جماعة؟ إلا القليل الناس الغنيانين قلال. المسكين ده شنو؟ كده نديك المسكين عشان تعرف من هو المسكين. المسكين ما هو الزول بس اللابس مقطع بس ده المسكين، لا. المسكين قالوا الذي لا يملك قوت يكفيه سنة كاملة. هل احنا مساكين ولا ما مساكين؟ مساكين، فده المسكين. أما الفقير قالوا ما بيملك قوت يكفيه نص سنة، أو قالوا الفقير إنه ما عنده أي حاجة. وبعض المفسرين قالوا المسكين مرات بيلقى حاجة ومرات شنو؟ ما بيلقى حاجة.
لكن الفقير ده ما عنده أي حاجة. أيوة. فالمسكين ده قالوا مرات يلقى مرات شنو؟ ما يلقى. وربنا قال فأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر. عندهم سفينة، سفينة مش مركب، مش مركب، سفينة حقتهم. الله قال مساكين. أها أنت مسكين ولا مسكين؟ ها؟ نعم. شنو قلت؟ ها؟ أها أها. قال إذا ده سؤال مهم يا جماعة، قال إذا كان في مريض مرض ما بيرجى زوال المرض، مرض بيستمر يعني في الغالب، فقال ده ممكن وهو حي، قال ممكن يصوموا عنه ولا اللي بيصوموا عنه مدير الميت بس؟ اللي بيصوموا عنه الميت، أما الحي ما بيصوم عنه، وطالما مرضه بيستمر معاه ما بيرجى شفاء منه، ده اصلا ما عليه صيام، ده يطعم مكان كل يوم مسكين. اما الميت اللي بيصوموا عنه ده الميت اللي عليه ايام من رمضان من مرض او سفر، والمرض مرض يرجى زواله، عليه ايام من رمضان وبقى نصيح بقى كويس، المفترض شنو؟ يصوم بعد رمضان، لكن ما صام، كسل ولا قال يا أخيرا شوية قام مات، داء اللي بيصوم عنه. قال النبي عليه الصلاة والسلام من مات وعليه صيام صام عنه شنو؟ وليه. والولي اللي بيصوم عنه الورثة، الناس اللي بيرثوا أو الأقارب، يا ديل يا ديل. أما زول مريض وأفطر في رمضان ومريض لحد ما مات، ما شفي اصلا، مريض لحد ما مات، ده ما عليه صيام، ما يصوم عنه، ما يصوم شنو يا جماعه؟ ما يصوم عنه. ليه؟ الفقهاء قالوا لانه اصلا ما شفي اصلا، وكان مريض لحد ما مات، فطالما مريض ليس من اهل الصيام وليس عليه صيام، عشان كده ما بيصوم عنه ولا بيطعم عنه. نعم. في سؤال؟ ايوه. ها؟ آه. أي ما مشكلة، فول وعيش ما في مشكلة، ما أكل ما طعام، فول كزرة عدس، المهم طعام يعني. نعم. آه. ممكن تعزمه في المطعم، وما شرط تقول للمسكين أنت طبعا مسكين وده فطرة حق رمضان فدية وتعال يا مسكين، ما شرط تقول له كده، ولا توري ذاته رمضان ولا ما رمضان، تعال يا اخي انا عازمك اقعد اقول، انت عارفه مسكين، خلاص كده ده يوم واحد واحد، بقوا 10 كده 10 يوم، بقوا 30 كده 30 مسكين. نعم. اي بيجوز له، ما هو ربنا قالوا لو قال مسكين بس جاد مسكين بيشمل الفقير والمسكين، ولو قال فقير لا القاعده القاعده كده، ولو جاءت في الآية فقير بس بيشمل الفقير والمسكين، ولو جاءت في آية فقير ومسكين في آية واحدة يكون الفقير بمعنى والمسكين بمعنى ثاني، زي الإسلام والإيمان، لو جاء الإسلام في نص إسلام بس بيشمل الإسلام والإيمان، لو جاء إيمان بيشمل الإيمان والإسلام، لو جاء إسلام وإيمان قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، جاءت في آية واحدة إسلام وإيمان، يبقى الإسلام الشعائر الظاهرة صلاة وتوحيد صلاة صيام زكاة حج، والإيمان أعمال شنو؟ القلوب، يبقى كل واحد معناه وبراه، عشان كده العلماء قالوا إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. نعم. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم.